بخير عليكم ومرحبا بكم سي على شان يوتيوب لابيل اسيت دي زاد. راني معاكم اليوم باش نديرو ان غولي تاع بالبولي هاشي. يجي بزاف بنين، ساهل وخفيف فوالا، وما يشتدي طو ميم طون سي ايكونوميك، يعني ماشي غالي. ناخذ يعني واحد 500 غرام تاع لو بلون دو بولي هاشي، يعني ما راحش يستقام لي حاجه كبيره، اي او ميم طون سي تري بو اي بريزونطابل. واش عندي لهنا المقادير؟ نجوزو بسم الله لطريقه التحضير. عندي هنا اربع مغارف كبار تاع لا شابلور، هنايا كيما راكم تشوفوا فيها. انا عندي تقريبا واحد 500 غرام تاع البولي هاشي، يعني صدر الدجاج المرحيم. راح يعني نعطرو، ندير له لي زيبيس. هنا عندي ثوم مرحي، شويه تاع ثوم مرحي. اللي ما عندوش ثوم مرحي يعني يقدر يحكم زوج فينا ثوم يرقيهم. هنا عندي شويه تاع فلفل الكحل، هلا هدايا شويه تاع الكوري، هلا وهنا عندي شويه تاع الكركم. ابخي بور لي زيبيس، يعني كل واحد يدير لي بيس اللي يحبها وتساعدو، يعني سي او شوا. فوالا راح ندير له شويه ملح. فوالا عندي هنايا شويه تاع لا موتارد، يعني راح ناخد مغرف صغيره ولا نص مغرف، واحد ما يكثرش بزاف. انا هاد لا موتارد ديالي اللي نشريها يعني قاصحه. فوالا شويه تاع لا موتارد، وراح نطم يعني كلش. عندي هنا البلون دوف، البلون دوف علاش نديرو هنايا في لوغولي ديالي؟ خاطرش لو بلون دوف هو اللي راح يخلي لي لو بولي ديالي طري، ما يجينيش يعني ناشف، يعني راح يغاردي الطراوة ديالي ديالو بلوتو. واش ندير هنا؟ نعجنو وراح نخليه يعني شوية يريح، حيث ما يعني يشرب بيان النكهات هادوك ولي زيبيس. ونروحو نوجدو يعني لا سويت تاع لا غوسيت ديالنا. وهاو البولي ديالي. هنا واش عندي؟ هنا عندي شويه فخوماج بلون، يعني تاع الطلي هذاك. وعندي هنا زوج حبات فلفل، كنت شويت ما شويتهمش بلوتو، كنت قليتهم ونقيتهم هكذا كيما راكم تشوفوا. فوالا، واللي ما يحبش يعني يقليه يقدر يشويه، ما انا جو بريفير لو غو تاعهم كي يكون مقلي. راح نبدا نوجد هنا في لي بودا ديالي. راني وجدت لهنا واحد، يعني لا فيديو ديالي ما جازتش، دونك صافي نديرو وحده اخرى مزيه، يعني اللي فقت هكذا نقدر، ومازال عندي يعني لو بولي هكذا نقدر ندير اون اوتر فيديو. واش ندير؟ نحكم لو فيلم ديالي اليمونتير. راح نفرشو هكذايا كيما راكم تشوفو، نفرشو بيان سور لو بلون دو ترافاي. نحكم لو بولي ديالي، نحطو في الفيلم. نجي نحكم اون سباتول. هنا عندي يعني شويه ما باش نقدر نحل لو بولي ديالي فاسيلمون. راح نحلو سو فورم دان ريكتانغل هكذا. ديك نشوفوه يلصق، يعني راح نشمقو هكذا شويه ونكمل. نجي نحل ونعطيلو لا فورم دان ريكتانغل، فوالا. يعني ما نخليوش لي طرو في الوسط باش نديرو براتيكمون لا ميم ايبيسور هكذا. كيما قلت تقدروا ديرو هكذا، انا كيما راني دايرتو اون فورم انديفيديوال، ولا تقدروا يعني ديرو ان غران بودا، يعني باش ما تكسروش راسكم بزاف. ان غران بودا، ومن بعد تقطعوا دي ترونش بوغ توت لا فامي. عندي هنا الفلفل مشوي، كنت شويتو، راح نفرشو نحيلو الزريعه. فوالا، راح نجي ونفرشو فوق اللحم ديالي.
هاد الزياده نحيوها يعني باش، ولا تقدروا يعني تطويوها هكذايا باش برك ما تخرجش من لا نحي شويه الزريعات اللي قعدوا. راح نملح شويه هاد الفلفل ديالي يعني قليته بلا ملح، وراح نجيب نحط لو بولي ديال لو فرماج هكذا. راح نحط دي مورسو هكذا فوالا، راح نحطهم هكذا يعني وبلا ما نخرج في لي كوتي. نجي نقطع لو بابي ديالي يعني نخلي فيها ليسباس من ونخلي فيها ليسباس من هكذا، ونبدا نرولي فوالا. بسم الله سي تري سامبل، يفو برك سويفر لي زيتاب. نحط هكذا فوالا، نعبز نجبد شويه خاطر هذا هو اللي راح يخليني نروليه فوالا، ومن بعد كي نكمل يترولا كامل راح نغلق عليه بيان. ندني هنا باش تشوفو خير فوالا، ها او داير بيان. نجيب يعني لحقت لافا، نعاود نولي هكذا ونغلق عليه فوالا. هنا ما يكونش مزير، واش راح ندير يلزم نزيرو باش نعطي له لا فورم تاع لو بودان هذا اللي راكو شايفينو. دونك واش ندير، نحكم هكذا في لي كوتي نزير هنا نروليه شويه هكذا، نزيد نرولي من لوطخ كوتي ومن بعد نزير ونرولي هكذا، وانا او ميم طون يعني راني مزيره لهنا باش ما نطلقش فوالا. هكذا نرولي ونعطيلو لا فورم تاع البوده اللي انا حبيتها فوالا. ابري نجي نغلق عليه في لي كوتي هكذا هكذا. راني كملت هنا لي 3 بودان ديالي، ابري ما كملتهم يعني زدت عاود دوبليت لهم لو فيلم اليمونتير كي كملت ربطتهم يعني من لي دو كوتي، زدت عاود لوبيراسيون هذيك عاود اون دوزيام فوا يعني زدت عاود لهم اون دوزيام كوش تاع الفيلم اليمونتير هكذا يعني باش ما عندهم يعني ما ينحلوا لي ما والو. راني درت لي بودان ديالي في الكسكاس، راح نغطي عليهم وراح نحطهم يعني على النار على الماء من تحت يغلي في الكسكاس الماء من تحت وهدايا من فوق، نخليوهم يعني يطيبوا 20 دقيقة. إذا درتو يعني بودان كبير ومن بعد كي ديروا لو بودان كبير راح يعني ما يدخلكمش لداخل الكسكاس، تقدروا تحط كيكمو اون غوس مارميت ديروا فيها الماء يغلي وراح تحطوا هاد لي بودان ديالكم لداخل الماء يغلي، وشنو زيدوا هكذا ابخي ما ديروا لهم فيلم اليمونتير زيدوا دوبليو لهم بالبابيي الومنيوم من فوق هكذايا، وحطوهم في الماء يغلو كيف كيف واحد 20 دقيقه ماكسيموم. فوالا 20 مينوت ابخي ما طابوا لي بودان ديالي كيما راكم تشوفوا فيهم يعني مطيبين، وتلقوا لي يعني كان شويه لو جو راهم سخونين باش عليه. اون باي سي نحكم مقص، راح نقطع وراح نسي نخرجهم هكذا، نحطهم هنا مسخونين يعني نسي نحتفظ ما قدرتش فوالا، نسي نحتفظ بلو جو هذاك لهنا الطرف ديالي فوالا. نرفد البودا نحطو دون ان بلا هذاك لو بلا تاع الفور فوالا، نكمل لوبيراسيون. راح نخرجهم هكذا بالعقل فوالا، نحتفظ بالجو هذاك جو دو كويسون، نحكم لي بودا ونحطهم هنا. هاو لو جو هذاك هنا راني حطيتهم هنا دو كوتي دون ان بلا، لو جو هذاك راح نزيد له
شويه كريم فريش يعني تقريبا واحد نص كاس، قولوا 90 حتى 100 مليلتر تاع لا كريم. نخلطوهم مع لو جو هذاك دو بيسون. راح ندير شويه موتارد، ندير شويه برك يعني تقريبا نص غرف هكذا صغيره، ما ديروش هكذا كبيره. راح ندير عندي شويه شامبينيون هنا كنت خليته في الزيت، ويعني صار سباكولتاتيف اللي حبي يدير اللي حب ما يديرش. نديرهم هنا، عندي شويه تاع فلفل الكحل هكذا، شويه تاع ملح، يعني راح ندوزن لاصوص ديالي، شويه تاع نوع د موسكات في لابار هلا، وعندي هنا شويه فرماج. راح نرابي اون كونتيتي على لاصوص ديالي هلا، نخلطهم بيان. نجيب لو بلا ديالي، وراح نسقي بهم لي بودا ديالي هلا. راح ندخلهم للفوق على درجة 180 درجة 180 دوغري، يعني يمكن 2 مينوت لو طون، يعني اللي تنشف شوية على صوص ديالي ويتحمروا لي من الفوق. نتلاقاو ان شاء الله من بعد. هاو لو بلا ديالي هنايا ابخي كويسون كيما راكم تشوفوا فيه، يعني تحمر لي وهذيك لاصوص عقدت لي شوية. راح نحكم وحدة ونقطعها هكذا باش نشوفوها من الداخل، اي اون ميم طون جو في دريسي مون اسييت فوالا. راح نقطعها جو في دريسي يعني دو فاصون ديفيرونت، هادي وحده بالك نقطعها هكذا اون بيي فوالا، هاوليك كيما راكم تشوفوا فيه. ولا دوزيام راح نقطعها بالك اون روندال. جو دريس مي زاسييت ونتلاقاو ان شاء الله. فوالا هنا جو دريس مي زاسييت كيما راكم تشوفوا، قعدت لي يعني حبيت نوري لكم برك. تشوفوا هذيك لا كريم يعني هي اونكتيوز هايله، يعني ما شاء الله راح يتشهي مع واحد صايم. دونك لا توش فينال هنايا ان بو دو صوص سور لي بودا ديالي و لو بلا ديالي خلاص راهوك راهوك واجد هلا. فوالا فوالو، كان هذا هو البلا ديالنا تاع اليوم، ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله سيوه. جو سوي سيور بلي راح تحبوه وراح تعودوه شحال من مره. يعطيكم صحه صحه فطوركم، يا بيانتو ان شاء الله بوغ اون اوتر روسيت.